مجسر الدلة في مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين شاهد كبير على الفساد الحكومي المتنامي منذ عام 2003، حيث بدأ العمل فيه عام 2012 ولم ينتهي حتى اليوم. المجسر هذا صار له من 2012 لحد الآن، بس لا ما شاء الله هسه أنجز، راح يكمل إن شاء الله خلال أيام، يعني هسه صار لهم كم يوم؟ ستة يشتغلون، يعني ستة قاعد يشتغلون بالمجسر. هذا المجسر اللي هو مليارات كلفته، ستة يجون يشتغلون به كل يوم، كل خمس ست أيام يكملون لهم دنقة. وبالرغم من أهمية مجسر الدلة الاستراتيجية كعقدة وصل بين الكثير من المدن، ناهيك عن الأهمية التجارية والاقتصادية لهذا المجسر، إلا أن كل هذا لم يشفع له لدى السلطات الحكومية التي تهمله منذ سنوات طويلة. مجسر الدلة هو مشروع واقع في تقريبا السوق التجاري لمدينة تكريت، هو سوق الجملة. هذا يربط تكريت بالأقضية والقرى، يعني يعتبر طريق دولي مثل منطقة على كركوك، على أربيل، هاي المناطق مثلا، على بغداد، على المناطق دار مدار تكريت مثلا أبو عجيل والعلم وهاي الأقضية والدور. الصراحة هذا المكان يعني مهمل منذ تقريبا 9 سنوات، وقطع تام للطرق، ولكن لا يوجد بديل لهذا الموضوع، إضافة إلى قطع أرزاق العالم مثلا سوق المخضر، هسه عندك سوق الجملة، هاي كلها عليها قطع أرزاق. يعني أهالي المحافظة يناشدون منذ سنوات الجهات الحكومية المسؤولة بتسريع إنجاز مجسر الدلة الذي يعطل الكثير من مناحي حياتهم، لكن أصوات مناشداتهم لم تسمع حتى اليوم. احنا بهذا الحل من 2012، هسه حاليا رجع العمل به 6 عمال 7 عمال يشتغلون عبقى يسوون بالسيامة. يعني نتمنى من سيد المحافظ يتابع هذا الموضوع بنفسه، نتمنى من مدير الجسور والطرق يشوف لنا حل، يعني هاي خاصة هاي واجهة مدينة تكريت، يعني خاصة هاي جاي من العالم، جاي من كركوك، جاي من أربيل. مجسر الدلة الذي طال انتظار إنجازه كثيراً، مثال صارخ على الفساد الإداري والمالي المتفشي في البلاد، والذي يدفع العراقيون ضريبته تدهوراً يتضاعف يومياً في جميع قطاعات الحياة.